الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صائد النجوم. حلقه جديده وسهره جديده مع مي البدوي الاعلامي الكبير حاتم عسكر. اول خبر النهارده معانا يا جماعه هنتكلم عن حاجه حزنت مصر كلها. مصر كلها زعلت على وفاه الداعيه الكبيره الداعيه دكتوره عبله الكحلاوي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من اهل الجنه. كانت ام للمصريين كلهم، وكانت نعمه القدوه، وكانت بتطبطب علينا كلنا، وكلنا كنا بنحب نسمعها ونقتدي بيها في كل حاجة. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها ويجعل مثواها الجنة. تاني خبر معانا النهاردة برضو خبر محزن جدا، وهو خبر وفاة خبير التجميل الكبير محمد الصغير، ربنا يرحمه. مات أثر إصابته بفيروس كورونا، ربنا يرحمهم يغفر لهم يجعل مثواهم الجنة. دي الأخبار الحزينة اللي معانا النهاردة. الخبر بقى اللي فرحنا كلنا إن المارد الأحمر زي ما احنا عارفين إن هو مشارك في المونديال في بطولة كأس العالم للأندية، سافر النهاردة للدوحة ليشرف مصر كلها. دايما زي ما هو زي ما انتم شايفين دايما مفرحنا، ان شاء الله يرجع ومعاه بطولة ونفرح بيها كلنا، نفرح بيها كلنا. طبعا كل ده بقيادة الكابتن الكبير محمود الخطيب. تاني خبر معانا النهاردة احتراف الكابتن مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك في جلاتاسراي التركي على سبيل الإعارة، وده مقابل مبلغ 2 مليون دولار إن شاء الله هينزل منهم في خزينة النادي، وطبعا اللاعب إن شاء الله يكون في مستوى أحسن ونشوفه في مكان أحسن وأحسن. ثالث خبر معانا النهاردة، كلنا زعلنا قوي باللي حصل لفريقنا والمنتخب كرة اليد، زعلنا قوي لأن هم لعبوا وأدوا أداء حلو جدا جدا جدا. كان نفسنا ننتهي في مركز أحسن من كده بكتير قوي، بس للأسف ما حلفناش الحظ والدنمارك هي اللي كسبت. كنا نتمنى إن هم ياخدوا مركز أحسن من كده. هنفضل لحد إمتى نحلم ونتفرج إن احنا نوصل للنهائيات؟ يا رب يا رب المرة الجاية يشرفونا ويقدموا أداء أحسن من كده ونوصل للنهائيات. والأحسن من كده إن مصر قدرت تنظم بطولة زي كده، كأس العالم لبطولة كرة اليد في مصر، في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها، في ظل ظروف جائحة كورونا. كل الشكر والتقدير للرئاسة، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لهم التحية والتقدير لأن هم فعلا أدوا أداء فعلا رائع، برافو عليهم جدا جدا جدا، شرفونا وكانوا رجالة، احنا فرحانين بيهم جدا وزعلانين عليهم مش زعلانين منهم، وان شاء الله ان شاء الله نعوضها في بطولة جاية بإذن الله. ثالث خبر معانا الحريق، اندلاع حريق كبير جدا في سوق التوفيقية في وسط البلد. الحريق ده أدى إلى احتراق 14 محل تجاري ومركز تجاري كبير ومركز تجاري كبير، طبعا كارثة كبيرة جدا جدا جدا، خراب ديار لناس كتير قوي قوي قوي، وقف حال لناس كتير قوي قوي، ربنا يعوضهم خير. ليه بنقسى على بعض؟ ليه عملنا كده في بعض؟ واكتشفنا ان هي بفعل فاعل، انت في خلافات مع اولاد عمامك، الناس ذنبها ايه اللي يعني حالهم وقف؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه ان اكل العيش ده وقف؟ الناس دي هتشتغل ازاي؟ هتجيب بضاعه تاني ازاي؟ حرام ولا حلال المهزله اللي احنا فيها دي؟ يعني هي البلد ناقصه خراب؟ يا جماعه احنا بنحاول نقف على رجلينا ونطلع لقدام، ليه بنعمل كده في بعض؟ يا جماعه نتقي ربنا شويه في بعض ونفكر في بكره، والخلافات اخر همنا. حرام والله اللي حصل ده، 14 محل ومركز تجاري، بس الحمد لله رب العالمين المباحث قدرت وتمكنت ان هي تقبض على المتهم اللي قام بكده والاعتراف بيه. بس كام اسره بقى اتشردت، وكام اسره اتخرب بيتها، وكام عامل اتوقف حاله لحد ما الدنيا تاني ترجع تقف على رجليها ويجيبوا بضاعة تاني ويصلحوا الكوارث اللي حصلت دي كلها. احنا ماشيين بالعافية في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، ربنا الأعلم بينا، ربنا يتولانا برحمته ويعيننا ويعيننا يا رب على اللي جاي. طبعا في خبر محزن جدا جدا جدا، وفاة الطفل عمر أباظة. ده طفل في أكاديمية نادي الزمالك، عمره 15 سنة، كان بيصلي العشاء، وهو بيصلي العشاء جاله صداع واغمى عليه. اهله طلبوا له الدكتور، اكتشفوا ان هو توفاه الله، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. يعني انا حزينه جدا، ربنا يصبر اهله ويصبر كل الجمهور اللي كان بيحبه، يصبر
انا حزينه جدا جدا عليه، بس هو طبعا ما يغلاش على اللي خلقه، هو في مكان احسن. ده قدوه لكل اطفالنا، ان هو كان بيصلي وبيلعب رياضه ومحبوب من اهله ومحبوب من اصحابه، كل الدنيا حزنت عليه. فعلا فعلا قدوه مشرفه، نسال الله ان يكون من منزله الشهداء. اخر حاجه هنختم بيها بقى قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، السيده هاله زايد وزيره الصحه قالت ان اللقاح المضاد للفيروس كورونا الحمد لله توفر، وده مقابل مادي رمزي جدا جدا، 100 جنيه للجرعه. الحمد لله ان هو متوفر، وده طبعا هيتوفر في المستشفيات الحكوميه، وده بنقدم له عن طريق الموقع الرسمي لوزاره الصحه، واللي مش بيعرف يقدم عن طريق النت بيروح لاي مستشفى حكوميه ويطلب منهم ان هو عايز يسجل اسمه للتطعيم من للقاح فيروس كورونا. طبعا الحمد لله رب العالمين، الاطقم الطبيه متوفر لها مجاني، والناس كبار السن والناس المحطوطين تحت بند تكافل وكرامه. الحمد لله ان مصر بتعمل كده، مصر واقفه جنب ولادها. بس يا جماعه لازم نستخدم الاحترازيات ونقف مع مصر وناخد بالنا من بعض، ناخد مسافه، لازم نهتم. ما بلاش اهمال بقى، كفايه اهمال يعني، وما نخافش من اللقاح ونتوكل على الله. هنطلع فاصل ونرجع مع الاعلام الكبير حاتم عسكر، ومعاه مفاجاه كبيره هتكسر الدنيا. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل اعزائنا المشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من صائد النجوم. طبعا بشكر زميلتي الاعلاميه المحترمه جدا مي البدوي على المقدمه الجميله اللي قدمتها في بدايه البرنامج واطلالتها الجميله جدا في طبعا اخبارها والاطلاله في ان هي تقول لحضراتكم اخبار بتاعتها في اول البرنامج. عايز بس اقول كلمه صغيره جدا جدا لكل حد مجتهد، لكل مجتهد نصيب، الإنسان اللي بيسعى وبيجتهد في أي مكان ربنا أكيد بيوصله للخير، فعلشان كده إن شاء الله بإذن الله أنا متفائل بتفاؤل كبير جدا لمي بإطلالة كويسة جدا، لأن هي كفاية اجتهادها وإن هي تقف قدام كاميرا وإن هي تبقى قدام كاميرا وتتكلم في حلقات مباشرة. أعتقد إن في كتير جدا جدا من مذيعين وإعلاميين لغاية النهاردة بيتم حلقاتهم تسجيليا، ليست قدرة ان هي مش قادرة تقف قدام كاميرا او تبقى مباشر، ولكن عايز اشجع كل واحد عنده طموح او عنده حلم او عنده ان هو يكون قدام كاميرا في يوم من الايام. مش مشكلة، مش لازم تكون خريج اعلام عشان تكون اعلامي، مش لازم تكون انت خريج تربية رياضية عشان تكون رياضي، مش لازم تكون انت بشهادة عموانة عشان تكون حاجة معينة، لا، انت باجتهادك وتعبك وصبرك هتكون احسن حاجة في الدنيا. ده اللي انا عايز اقوله لكل حد مجتهد. شكرا يا مي جدا جدا على المقدمه الجميله اللي انت قدمتيها النهارده، وكنت واقفه لوحدك النهارده قدام كاميرا مباشر، دي حاجه كبيره جدا ومحترمه. طبعا النهارده حلقه، طبعا قلت لحضراتكم في مستهل يمكن ايام اللي فاتت ان احنا في كارثه كبيره جدا هنعرضها للشاشه المصريه النهارده، وهي قطاعات الناشئين اللي لغايه النهارده ما فيش حلول ليها. ولكن اذا كانت قطاعات الناشئين بتطول الانديه الكبيره النهارده وتطول ما يحدث فيها للاسف الشديد، دي تبقى كارثه. طبعا تعليقا للاخبار اللي قالتها الاستاذه مي في اول الحلقه، مبروك للنادي الاهلي وصوله لانديه العالم، طبعا كاس العالم للانديه، ودي حاجه محترمه جدا. النهارده في العاصمه القطريه الدوحه متواجد، ان شاء الله باذن الله يكون هو البسمه اللي يكون متواجده لكل المصريين اهلاويه وزملكاويه. بقول طبعا لمصطفى محمد الف مبروك على الاعاره، دي حاجه هتفيده في الفتره اللي جايه، لانه اكيد اكيد الاحتكاك الخارجي بيفيد كتير، زائد كمان ان انتعاش الخزينه لنادي الزمالك في ظل الظروف دي اكيد برضه هيبقى في فايده. اهلي وزمالك قطبي الكره المصريه. النهارده بيسعدني ويشرفني يكون معايا النهارده كابتن تامر مجدي المجتهد والمحترم في تدريب حراسه المرمى، وكان في السابق من احد ابناء نادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك. اهلا وسهلا بيك كابتن تامر. اهلا كابتن حاتم، اهلا بحضرتك. منورني النهارده، وطبعا حاجه محترمه جدا يكون عندنا اخلاقيات
قبل التدريب وقبل اللعب وقبل الرياضه زي حضرتك كابتن تامر. ربنا يعزك كابتن، ربنا يخليك. الكارثه، مش عايز اقول كارثه عشان هو مش كارثه، هو كارثه في الفنيات، كارثه في اللعب، كارثه في الاداء. وصل بمجهوده انه يكون في احد انديه الدوري الممتاز سابقا نادي الاسيوطي وحاليا نادي بيراميدز. محمد ناصر المخضرم والكارثه الكرويه الكبيره، ما بقولش كده اعلاميا وخلاص، ولكن الفنيات هي اللي بتقول كده. اهلا وسهلا بيك محمد. اهلا بك يا كابتن، منور النجم. منورك الله. وشكلك شكل النجم، يعني انت الشكل بتاعك بيقول نجم. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله باذن الله يكون حلفك الحظ. انا بس مش عارف، انا قلت في المقدمه نادي بيراميدز، هو انت في بيراميدز دلوقتي ولا انت بره ولا انت جوه ولا انت فين؟ لحد الان معرفش. ما تعرفش. كارثه طبعا كبيره جدا ان يكون عندنا لاعب هو كان من اسبوع في نادي بيراميدز وجايب جول وتصعد الفريق الاول، ده بناء على ايه؟ بناء على ان لعبه واجتهاده. تخيلوا لو هو مش لاعب قليل، لو هو لاعب قليل يعني، تخيلوا مثلا يكون عنده النهارده 99، يعني سنه كبر مش صغير، سنه كبير مش صغير، يبقى النهارده 99. اما يكون النهارده النادي بيستغنى عنه في الظروف، هنسمع منه كل حاجه، في الظروف صعبه. طب ما هو السنه اللي فاتت ما استغنوش عنه ليه؟ طب اللي قبليها، طب اللي قبليها، طب هو صغير قبلوه ليه؟ مع ان نادي بيراميدز دلوقتي بيعد من انديه اللي بتتنافس على الدوري، قبل الاهلي النهارده، بيقابل الزمالك. هنشوف النهارده محمد ناصر وكلامه. في البدايه طبعا كابتن تامر، عندنا كارثه كبيره. هو ايه الحلقه اللي البرنامج ده بتاع الكوارث بس ولا ايه؟ حراسه المرمى في مصر، وانا من زمان كنت بنادي بيها، وكابتن فكري صالح وورش العمل اللي بيقدمها والحاجات اللي بيقدمها والمواضيع اللي بيقدمها كتير جدا جدا، ولكن بدون جدوى. طلع الاتحاد الكوره النهارده علينا بخبر للاسف صعب قوي، وهو ان استخدام حراس مرمى اجانب، يعني بدل ما احنا بنطلع بنرجع في ظل التقدم والتكنولوجي والورش والكلام ده كله والمحاضرات، بنرجع لورا. راي حضرتك في الكارثه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك قلت هي كارثه. قرار او اقتراح غير مدروس بالمره. انا بسال سؤال، ايه الاستفاده اللي احنا هناخدها من استخدام حارس اجنبي؟ دي نمره واحد. نمره واحد. نمره اتنين، هل الحراس بتوعنا اقل كفاءه؟ ما عندناش حراس مرمى؟ ما عندناش كفاءات في الدوري المصري في القسم الاول الثاني الثالث؟ طبعا قرار غريب، انا ضده تماما شكلا وموضوعا. كويس. هيضر بالكره المصريه، هيضر بالحراس المصريين، مش هيبقى عندي وفره، مش هيبقى عندي خزينه للمنتخب، الانديه القمه، عندي حاجات كتيره قوي، تساؤلات كتيره قوي. انا بقى ليا تعليق على ده، بس فينا معانا اتصال، يعني تعليق على كلام اللي حضرتك بتقوله ده، بس فينا معانا اتصال. فضل. كابتن هشام المهدي وكيل لاعبين محترف. يعني ايه وكيل لاعبين محترف؟ وكيل لاعبين هو عاش لاحتراف الوكلاء خارجيا قبل ما يكون داخل مصر. كابتن هشام المهدي اهلا وسهلا بيك. الو كابتن. كابتن هشام المهدي طبعا من الشخصيات المحترمه جدا واللي بيبذل مجهود كبير جدا جدا سواء في مصر او خارج مصر، احد وكلاء اللاعبين المحترمين جدا. بنرحب بيك معنا النهارده كابتن هشام. اهلا وسهلا بيك كابتن هشام وكل الناس اللي معاك في الاستوديو، برحب بيهم طبعا وبرحب بكل المشاهدين. اهلا وسهلا بيك كابتن هشام. كابتن هشام طبعا بما انك احد الوكلاء المحترمين جدا جدا والمعتمدين كمان واللي بتشتغل بشكل محترم جدا، وايضا مدير تسويق لاكبر مستشفيات لعلاجات اصابات الملاعب في الامارات، مستشفى ادم طبعا المعروفه دوليا. كابتن حاتم معلش الصوت مش واضح كابتن حاتم. نعم؟ الصوت مش واضح. طب سامعني كده كابتن هشام؟ اتفضل. كابتن هشام بما ان حضرتك احد وكلاء اللاعبين المحترمين اللي بتشتغل باجتهاد جدا، كمان انت مدير التسويق الرئيسي لمستشفى ادم واللي بتعالج اصابات الملاعب في العالم كله اللي موجوده في الامارات، راي حضرتك النهارده في لما يكون عندنا موهبه كبيره زي محمد ناصر دلوقتي لاعب طبعا نادي بيراميدز واللي مواليد 99 واللي بتصعد الفريق الاول، رايك ايه النهارده ان يتم الاستغناء عن احد اللاعبين في اي نادي، مش لازم يكون في بيراميدز بس، في اي نادي قبل القيد ما يقفل ب 24 ساعة، ده معنى ايه؟ انت حاتم المشكلة دي أندية مصر كلها بتواجهها. تمام. لأن احنا عندنا المواهب وعندنا المواهب بينهوها بدري، يخلصوا عليها بدري. يعني لاعب زي ده عنده مهارات، عنده لياقة ما شاء الله على القوة البدنية بتاعته. انا اتفرجت عليه شفته
اتفرجت عليها كابتن هشام، اتفرجت عليها كابتن هشام وشفت محمد بصراحه. اتفرجت عليها كابتن وشفت فيديوهاته. وبعدين انت دلوقتي اللاعب بدل ما تهتم بيه بتمشيه. ده لسه لاعب صغير يعني، ما كملش 21 سنه. تمام. وبعدين الانديه الثانيه تيجي وراه بعد كده بملايين، يعني انت دلوقتي بتمشي واحد ببلاش وتيجي بعد كده الانديه تدور عليه عشان خاطر تاخده من نادي ثاني تاخده بملايين. انت كمان نادي بيراميدز يا كابتن، ده نادي بيراميدز كمان بيعد من الانديه اللي بتاخد اللعيبه بملايين ملايين الدولارات، يعني المشكله انه بيصرف كتير قوي قوي. طب ما انت عندك لاعب اهو اتولد في نادي بيراميدز لما كان الاسيوطي زمان وبقى بيراميدز دلوقتي وبقى لعيب 99، عارف 99 يا كابتن هشام؟ يعني فريق اول. ما انا بقول لك يا كابتن حاتم احنا عندنا اللاعب دلوقتي انا استغنيت عنه وراح لعب في نادي ثاني. هاجي وراه بعد سنتين هاخده ب 10 مليون ولا 50 مليون، طب وليه؟ تمام. ما انا حافظ على اللاعب. تمام يا كابتن. بس دي مشكله في كل الانديه مش مشكله نادي بيراميدز بس. كابتن هشام طبعا بتواصلك طبعا مع الدول طبعا الجاليات العربيه والمصريه وفي كل مكان، كلمني احساس طبعا وصول النادي الاهلي لكاس العالم للانديه وجوده دلوقتي في العاصمه القطريه في الدوحه، شايف الامور ماشيه هناك ازاي وحضرتك متابع طبعا بكل صفحاتك. كابتن النهارده اتعملت احتفاليه غير طبيعيه في المطار، استقبال غير طبيعي للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وكل الجاليه المصريه طلعت النهارده استقبلتهم في المطار. كويس جدا. البطولة دي هتنجح عشان خاطر جمهور الاهلي هناك. بالظبط، انت كلمة مهمة جدا قلتها، وجود الاهلي هناك اكيد هينجح البطولة ليس فقط عربيا وكمان افريقيا. جمهور الاهلي اولا، جمهور الاهلي رقم واحد. خد بالك وجود الاهلي كمان قبل كده عامل صيت كويس جوه البطولة نفسها واكيد هيبقى فيها متابعة كبيرة جدا من الاهلي. الاهلي دي ثالث مرة يشارك في بطولة كأس العالم. كابتن هشام انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. وقال كلام جدا مهم على محمد ناصر. محمد، البدايه واللي احنا وصلنا فيه دلوقتي ايه بالظبط؟ عايزك تتكلم. خد بالك ان انت في ناشئين كتير بتتفرج عليك، قطاع ناشئين كتير بتتفرج عليك، وعندي الكلام اللي هقوله على حراسه المرمى هقوله لحضرتك دلوقتي. ناشئين كتير بيشوفوك بيتفرجوا عليك وعايزين ياخدوا دروس من اللي حصل دلوقتي، واكيد في منك الافات، مش انت بس اللي بتحصل ده، اكيد في منك الافات. بالظبط ايه اللي حصل؟ بص يا كابتن، انا بدات في نادي بني سويف، كنت مع كابتن مصطفى هيرو وكابتن طارق فتحي. تمام. ومن نادي بني سويف شافني كابتن عصام عيد. رحت نادي الاسيوطي او مساعد ممتاز. لعبت معاهم اول سنه، وبعدين تم بيراميدز اتغير لبيراميدز. كنت في مواليد كام ساعتها وقتها؟ 99. كنت بلعب برده مع 97. كنت ساعات بلعب مع 97. تمام. لما اتغير لبيراميدز كنت بلعب في التسعه وشارك في التسعه وبشارك في 97، وكنت بطلع فوق التمرينات باستمرار. تمام. ولعبت معاهم فوق برضو، شاركت معاهم فوق في ماتشات وديه. انت بديت في بني سويف من اولي كام؟ ايه، بديت في بني سويف امتى؟ في بني سويف بدات وانا لسه براعي. ايوه، يعني انت اصلا في بني سويف من البدايه خالص. التسلسل بتاعك بقى وصلت لغايه فين بالظبط؟ ما انا بسالك ليه في بيراميدز. انت دخلت وانت كام مواليد؟ كان 99 اول ما دخلت. كبير يعني. تمام. السنه دي بقى قطاع الناشئين كله اتغير، الاداره كلها اتغيرت. في بدايه السنه رحنا مدير قطاع الناشئين الجديد كان كابتن المعتصم سالم. المعتصم سالم. والمشرف على القطاع وفي نفس الوقت هو المدير الفني ال 99 مدربي هو كابتن عبد الناب عاشور. تمام. فالكابتن عبد الناب عاشور طلب مننا ان هو هيتم تقييمنا. تقييم اللعيبه. فتم التقييم اللعيبه كلها وقالها لي كده بعد ماتشات وديه وشهر من التقييم. قال لي انت رقم واحد في الفريق. طيب غير الوديه، قبل ما تطلع الوديه لفوق، غير الوديه كان في رسمي؟ لعبت رسمي؟ لعبت كام مباراه رسميه مثلا؟ رسميه فوق؟ تحت في الناشئين؟ انا كنت شاركته كله. شاركته كله؟ اهداف، جبت اهداف؟ كنت جايب 10. 10 اهداف. كويس. انت مركزك في الملعب ايه بالظبط؟ انا مركزي هاف وفيرود. هاف فيرود. تمام. اللي حصل بقى بالظبط ايه؟ اللي حصل ان بعد ما تم التقييم انا اتقيمت من الكابتن ان انا رقم واحد في الفرقه. كابتن مين اللي قيمك؟ كابتن عبد الناب عاشور. عبد الناب عاشور. وعدني بالعقد. كابتن عبد الناب عاشور يعني التايتل بتاع وظيفته ايه في النادي؟ هو مشرف على القطاع. مشرف على القطاع. وفي نفس الوقت هو المدير الفني لل 99. لل 99. لا فرقتي. بالمناسبه طبعا عشان برضه ادي الحق يعني ولازم يبقى كل واحد ياخد حقه، هو تم الاتصال قبل الحلقه طبعا قبل الهوا بالكابتن امام عاشور عشان نشوف طبعا عبد الناب عاشور عشان طبعا ناخد الشكل ايجابي ويبقى الكلام كله على الهوا.
ويبقى كل واحد ليه حق الرد، ولكن للاسف الشديد هو كنسل عليا وما رضيش يرد عليا. طبعا هو احنا في اتصالات ما بيننا من بعض، وهو عارف النهارده ان الولد طالع معايا، فطبعا ما رضيش يرد عليا، وله حق الرد وبراحته خالص. احنا هنا اعلام صادق، احنا هنا اعلام لا بناخد من حد ضد حد، احنا هنا بندور على حق اولادنا فقط لا غير. يعني يكفيني ان حد يطلع من النادي يقول لي الولد ده غلطان، يقول ان الولد ده اساء، يقول ان الولد ده ما بيجيش تمرين. على فكره ده هيبقى كلام مهم جدا وعلى راسنا. لكن انا لما احب استغنى على لاعب استغنى عنه امتى؟ ما يجيش يوم القيد النهارده، القيد هيقفل بكره، ما يجيش يوم القيد النهارده امشي الولد وهو في نادي بيراميدز. طب النهارده ينفع ان انا يبقى عندي لعيب درجه اولى موجود في فرقه دوري ممتاز يروح النهارده يدور على فرقه في درجه رابعه يروحها؟ لا، ده يبطل كوره، ملعون ابو الكوره. عشان خاطر ايه؟ ان احنا ما بنقدرش للاسف الشديد حتى نرفع من روح معنويات ولادنا. يعني ايه نرفع من روح معنوياتهم؟ يعني بدل ما احنا نكبر ولادنا ونعلي طموحهم، لا، بنيأسهم. ليه السبب ده؟ هنعرف برضو السبب. السبب ده كان ليه؟ بص يا كابتن، بعد ما تم تقييمي تمام، وعدني بوعود، بوعد. اول وعد ان انا همضي طيب عقد مع النادي. طيب في بس برضو مع كلامك كده، في كابتن مصطفى هيرو. كابتن مصطفى هيرو معانا، اهلا وسهلا بيك كابتن مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صوتك بس يبقى عالي كده كابتن مصطفى، بالله عليك، عشان كابتن هاتم الناس تسمع. ازيك كابتن مصطفى، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله يخليك. طبعا بنرحب بيك النهارده في اتصالك. طبعا معانا نجم محمد ناصر، لاعب نادي بيراميدز. معرفش بقى هنقول السابق ولا الحالي، معرفش، الله اعلم. بس طبعا هو لغايه الان، لغايه ما نعرفش السيستم ظروفه ايه، اتشال ما اتشالش، بقى بره النادي جوه النادي، ولكن اللي قدامنا دلوقتي ان هو نادي بيراميدز. ومعانا طبعا كابتن تامر مجدي. بنرحب بيك طبعا كابتن مصطفى. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، واتشرف بوجودي مع حضرتك المداخله، واتشرف بوجودي مع محمد كمان، واحد من ولادنا يعني. حلو قوي كلام، وبدايه كلامك مبشره بالخير كابتن. حضرتك كابتن مصطفى، كلمه ابننا يعني معنى كده اكيد تعرف امكانيات محمد، وتعرف تالقه، وتعرف ان هو فعلا لاعب كوره يستاهل يكمل في الملاعب، ولا ياخدها من قصيرها ويشوف له شغلانه في اي فرن عيش او اي مكان بقى اللي ربنا يقدره عليه يعني. ده طبعا يا كابتن حاتم، يعني حضرتك محمد من اللعيبه الهائله جدا، واللعيبه اللي كانت مبشره من صغرهم. محمد كان معايا وهو عنده 13 او 14 سنه، وكنت متوقعين انه هو هيكون لعيب كوره ممتاز ان شاء الله. كنت متوقعين انه هو يقدر يلعب دوري ممتاز ويمثل كمان منتخبات مصر من صغره، لان هو كان بيتمتع من صغره بالنواحي المهاريه والفنيه العاليه والنواحي البدنيه كمان. محمد من اللعيبه القلائل المميزين بحته السبرنتر او السرعه والنواحي الفنيه والمهاريه والتهديف، ونسبه التهديف دي كمان بالنسبه لمركزه ان هو بيلعب كهاف او كويس، مركزه حساس كمان في الملعب. يعني من اللعيبه كمان اللي يعني بتلعب عدد دقائق قليله، بس بيبقى ليه نسبه تهديف عاليه في الدقائق اللي هو بيلعبها، سواء ان هو كان بيشارك كبديل او كاساسي، لكن اغلب الماتشات كان بيكون اساسي يعني. طيب كابتن مصطفى، الفنيات دي طبعا انا ما اقدرش احكم عليها، انت راجل فني، فاكيد انت طبعا كلامك لازم يؤخذ بالاعتبار فوق الراس يعني. الكلام المهم بقى يا كابتن مصطفى، هل لو انت عندك ابن بعيد عن الرياضه وبعيدا ان انت جوه المنظومه الرياضيه، انت ولي امر وعندك ابن، وابنك انت عارف امكانياته تمام كمدير فني او كراجل رياضي يعني، وعارف امكانياته والنادي اللي هو موجود فيه عارف امكانياته، هل ترضى على ابنك ان هو قبل القيد بيوم واحد يتم استبعاده، حتى لو بسبب، خليني بسبب، احنا دلوقتي مش عارفين السبب، بس خليني بسبب، هل يتم استبعاده ونقضي على مستقبل واحد لاعب 99؟ عارف يعني 99 ايه؟ يعني لو ما لعبش فريق اول بكره يقعد في البيت او يشتغل ويشوف اسرته احسن. هل ده يرضي ربنا او يرضي حضرتك؟ ده ما يرضيش ربنا طبعا يا كابتن حاتم، ده ما يرضيش ربنا، ده ظلم وظلم كبير يعني. لان انت النهارده تيجي قبل نهايه فتره القيد بيوم واحد او بعدد ساعات قليله جدا، يعني تستغنى عن اللاعب اللي عندك او كده، خصوصا ان اللاعب الح مره واثنين وثلاثه واربعه بان هو طلب انه يمشي وجاله عروض، وفي عروض اتبلغ بيها للمدربين عنده في النادي. الله، ده خبر، ده خبر، ده حصري بقى اللي حضرتك بتقوله ده، انا ما اعرفش الموضوع يعني. الولد جاله عروض وهما ما وافقوش بيها، وبعد كده هو الولد طلب في انديه طلبت الولد وطلبوا وكلموا الولد واحنا عايزينك معانا، يعني في عروض جت للولد تمام. وهو الولد نفسه كمان لما لقى ان الامور مقفوله معاه، هو يعني محمد متابع معايا على طول، يستشيرني في اي حاجه في كبيره وصغيره يعني. كويس. هو محمد ما بيمشيش برضه يعني بدماغه، او ان هو مثلا خبرته كويس كويس، حاجه محترمه جدا. كويس كويس بصراحه، ان هو بيستشيرني وبتشير اكتر من واحد، اعمل ايه او ما اعملش ايه يعني. كان محمد لحد من ايام كان بيكلمني في نفس المشكله القائمه،
فهو في جاله ان هو جاله ممكن يروح فرق اعار او كده، وبعدين خصوصا بعيد عن اي شيء بقى سواء جاله او ما جالوش يا كابتن. تمام فعلا. انت النهارده اللاعب في حضنك واللاعب ابنك، انت النهارده هل انت كنادي زي نادي بيراميدز المفروض بحجم نادي بيراميدز وحجم الاستثمارات اللي داخل النادي والمفروض ان هو مشروع وان هم بيبنوا مشروع ضخم بالشكل ده، هل بيتم المعامله مع اولادهم بالشكل ده او بالصوره دي؟ طيب يا كابتن مصطفى، طبعا احنا معانا في فيديو على الهوا اهوت لاحد طبعا يعني في لعبه وتحركاته في الملعب، وحضرتك اشدت بالكلام ده كله، لكن انا دلوقتي للاسف الشديد برضو يا كابتن مصطفى الحل ايه؟ انا المشكله ان انا مرتبط بلوائح، واللوائح دي قاسيه في التوقيت ده. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي هيقول لك اصل هو مش معمول له عقد احتراف انه لاعب محترف، لاعب هاو يعني انا استغنى عنه في اي وقت. طيب انا معاك في النقطه دي كاتحاد او كنادي، لكن هو هنا الروح ان انت تقتلني عشان بتستخدم ورقه ضدي؟ ما هو مش دي بقى مش انا اللي اجاوب عليها يا كابتن حاتم، دي هم المسؤولين هناك عن قطاع الناشئين في النادي هم اللي جاوبوا عليها فعلا. ان هو اللاعب النهارده علشان خاطر ان هو مش معمول له عقد احتراف، وهو الولد طلب ان هو يتعمل له عقود وان هو يتوثق له عقوده في الاتحاد وقالوا له هنقيمك وهنعمل الى ما لا نهايه. فهمت وجهه نظرك كابتن مصطفى، كلام محترم جدا كابتن مصطفى هيرو، شكرا جزيلا طبعا على اتصالك وكلامك محترم جدا. نهى الكلام في الاخر ان انا مش هقدر، الولد طلب عقد احتراف وهم ما وافقوش. عارفين ما وافقوش ليه؟ لان ده انديه مصر بتقتل قطاعات الناشئين عندها. عارفين ليه؟ قطاع الناشئين ده يعني لاعب زي ده لو خد 500 جنيه في الشهر في الناشئين بالنسبه للنادي ده كويس، ده حلو قوي، رغم ان نادي بيراميدز ده طول ما هو ماشي عمال ايه يرمي فلوس في الشوارع، يرمي فلوس في الاعلانات، يقول لك تعالى شجع واديك سندوتشين، يقول لك تعالى مش عارف ايه واديك وجبه. ده نادي بيراميدز اللي هو بيستغنى عن ولاده. طب هو خليه لعيب يعني 50%، برغم ان انا اتحدى اي حد ان يقول ان الولد ده حتى 90% ما شاء الله عليه يعني، ولكن هنا الروح، انتوا ليه بتعاملوا ولادنا بالمنطق ده وتروحوا تشتروا لعيبه تاني بالافات وملايين مؤلفه؟ احكي لي بقى السبب، وهل جالكوا لعيبه جديده للقطاع؟ جالكوا لعيبه جديده؟ ناشئين ازاي؟ بص يا كابتن، في بدايه الموسم ده لما الكابتن عبد النبي مسك الفريق جاب معاه 5 لعيبه تمام، الخمس لعيبه دول تقيمهم مع الفرق طبعا. جابهم منين؟ جايبهم من الاهلي. يعني النادي الاهلي استغنى عن 5 لعيبه؟ ما هو اصل الاهلي برضو مش هيفرط في لعيبه كده والسلام. لا. ده هيتفرط في لعيبه هو عارف ان هي مستهلكه. تمام. هيتفرط في لعيبه مش محتاجها، تشتغل شويه بره وبعد كده يرجعها تاني. طب اللعيبه اللي هو الاهلي استغنى عنهم دول وجم عندك خدوا مكانك وانت بره؟ هو لما جه يقيم قيمنا انا رقم 1 في الفرق. رقم 1 في الفرق. تمام. وعدني وعد، قال لي انت هتمضي عقد تمام قبل الدوري ما يبدا باسبوع. اكتشفنا ان الخمس لعيبه دول ماضيين عقوده رغم ان هو التقييم بتاعه اصلا كنت انا رقم 1 في الفريق. بعد اللعيبه اللي في الفرقه ظهروا من الحركه دي قالوا احنا ولاد النادي بنحارب عشان خاطر العقد ده. ازاي اللعيبه اللي يجي من امبارح ياخد حقنا؟ انا قلت للكابتن ده رزقه وانت وفي وعد بيني وبينك ان انا امضي العقد. راح الكابتن قال لي قبل الدوري او قبل اول ماتش في الدوري لو ما مضيتش العقد ما تلعبش. تمام. المهم يعني لعبت الدوري، الكابتن عبد الله كلمني قال لي العب وكل حاجه هتيجي في وقتها وما تقلقش، الكلام كله عليك في الاداره. تمام. وكل اسبوع في مدرب بيكلمني في العقد. مدرب بيكلمك؟ بيكلمني انا. في عقد وفي كلام حلو عليك قوي في الاداره فوق. يقول لك مثلا العقد ممكن يبقى تروح ما بين كام، يتعمل لك كام مثلا في السنه كام؟ هو ما قاليش فلوس معينه بس هو قال لي عقد محترم. فضلوا ينيموا فيك يعني. فاول ما جه شهر 1 تم استبعادي بسبب تافه. ايه هو السبب التافه ده؟ ما هو ممكن يكون تافه من وجهه نظرك انت، وممكن يكون من وجهه نظر النادي مسؤوليه كبيره. هو في الاول وفي الاخر هو تم استبعاده وانا وافقت على اللي تم. ايوه، ايه السبب التافه؟ تم استبعاده بسبب ان انا تم استبعاده بسبب ان انا رفضت تغيير في ماتش. انت رفضت تغيير في ماتش؟ هو ده ما حصلش. لا، ما هو لو حصل ده لازم ليه عقاب، بس هو مش عقابك ان انت يمشوك من النادي. بس هو ما حصلش بصوره اللي هو هم موضحينها. كويس، يعني انت اعترضت ان انت تغير ولا اعترضت ان انت ما تلعبش ولا اعترضت ليه؟ لا، هو كان في ماتش. تمام. وكنا مغلوبين 4-0. تمام. الماتش ده ما كنتش بلعبه، كنت بره احتياطي. كنت بره. تمام. فاخر 5 دقايق طلب مني التغيير.
كويس. على لما تقوم تغير طبعا هيكون خلاص الوقت انتهى خلاص بالظبط كده. فهو الكابتن فهو فشافك وانت قايم تغير مثلا زعلان ومتضايق؟ لا مش زعلان والله، هو بيقول لي الماتش يلا زميلك مصاب، قلت له ماشي يا كابتن. فغيرت حتى من وقت لو انا معترض على التغيير ممكن اسخن واخد وقتي، والخمس دقايق هيخلصوا وخلاص مش هنزل. يعني نزلت من غير تسخين ولا ايه؟ انا نزلت من غير تسخين. عشان كده تمام. طيب انا برضو مش عارف يعني هتكلم في النقطه دي ازاي بصراحه، لان انا بعتبر نفسي مش اعلامي خالص، انا بعتبر نفسي هنا ولي امر، ان انا اب لكل واحد. الموقف ده لو حصل مع ابني انا هعمل ايه؟ اكيد هيبقى ليا تصرف ممكن على حسب بقى انا واللي ربنا يقدرنا عليه. لكن ان ولد النهارده لو انا سالت سؤال على الهوا كده قدام حضراتكم، لو انت جالك نادي درجه مثلا 60 مش درجه رابعه خارج مصر هتعمل ايه؟ اوافق طبعا. محدش يلوم اي لاعب خالص انه هرب، انه خد طياره وهرب، انه راح. ليه؟ لانه هنا بيقابل فشل. هنا كل الانديه عايزه اللاعب الجاهز، زي ما القرار الاتحادي الجديد عايز اللاعب، عايز حارس المرمى الجاهز. خدوا بالكم بقى القرار ده السيء فيه ايه. واحد زي كابتن فكري صالح اللي عمال يسافر وتطلع عينه وعين الناس اللي معاه عشان خاطر يعمل ورش تدريب كلها في شنك، خلاص ما هيعمل ايه كابتن فكري صالح؟ كابتن حسن مقيمي اللي بيجي من بره عشان يعمل هنا ورش عشان حراس المرمى كله بقى اصبح ضايع. اتحاد الكوره فيه شخصيات جوه نايمه في العسل. انا فكره ما بخافش ان انا اقول اسماء، ولكن المدير الفني اللي موجود في اتحاد الكوره جوه واللي خاص بقطاعات الناشئين للاسف الشديد الموضوع كده بقى صعب قوي، الموضوع كده بقى رايح في حته مش حلوه خالص. انا بكلمك بكل صراحه وبكل وضوح، انا ما بخافش من حد لان انا ما بهاجمش حد بالطريقه الوحشه، بالعكس عايزين تغيير، مش لازم يكون تغيير وجوه، عايزين تغيير تدريبات، عايزين تغيير نماذج تدريبيه، عايزين الناس اللي متعلمه اللي عماله تنزل على الفيس كل يوم تنزل بقى جوه في الاتحاد ونقول ان احنا في عندنا تغيير، مش تجيبوا حراس مرمى. ممكن يكون ده فايده للانديه فقط لا غير. بس يا كابتن تامر ازاي كل نادي دلوقتي عنده حارس مرمى تعبان شويه هيروح جايب حد جاهز؟ طب ما هو المشكله ان انت لما تجيب حارس مرمى اجنبي اوعى بقى تجيب له مدرب هنا مصري، لان المدرب المصري ده لو هو كان نافع كان نفع المدرب العادي، انا اللعيب العادي، انا هنا ما بعيبش على المدرب المصري، انت هنا بتوقع المدرب المصري لانه مش هيعرف يدرب الولد الاجنبي اللي جاي من بره اذا كان افريقيا او عالميا. يبقى انت هنا قضيت على حراسه المرمى في مصر. ازاي قضيت عليها؟ لان الاجنبي عايز اجنبي، خلاص الموضوع كده انتهى ورايح في سكه تاني. تعالى بقى يا كابتن تامر، لان منتخب مصر محتاج حارس مرمى. طب انا هجيب حارس مرمى منين طالما انت حطيت حراس مرمى اجانب موجودين؟ ده الدول العربيه لغت الموضوع ده من عندها، حتى لما يكون في حارس مرمى مواليد 2099 والحراس دي ما بتسافرش بره، لان الدول العربيه منعت حراسه المرمى لمنتخباتها ولانديتها وتدريبها كمان. الناس بقت تجيب مدربين من بره، خبرات تعلم، لكن ولود البلد ليهم حق في البلد. ولا ايه يا كابتن تامر؟ تمام يا كابتن. يعني احنا بنقول احنا نفسنا نشوف حراس مرمى مصريين محترفين في الخارج زي ما عندنا اولادنا بره محترفين في الخارج في انديه كبيره، مثال كابتن محمد صلاح، تريزيجيه وغيرهم كتير. نفسنا نشوف حراس مرمى، ليه لا؟ ليه ما يبقاش عندنا الطموح احنا كمدربين نشتغل على الموضوع ده؟ انما ما نجيش نقول نستورد حارس مرمى من بره. انا ما عنديش مانع ان احنا نجيب حارس مرمى، بس يبقى نمره واحد في بلده حارس مرمى منتخب. هيقدروا؟ اللي يقدر بقى يجيب، اللي يقدر بقى يجيب. انما انا بقضي ليه؟ انا بقضي ليه على الذخيره اللي عندي من قطاع الناشئين لحد فريق الشباب لحد الفريق الاول. انا ما استفادش ليه بولادي؟ استفاد بولادي، استفاد بال 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 بالسلاح اللي معايا. احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا حراس مرمى على درجه عاليه من الكفاءه في جميع الانديه. ما بقولش اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا ولا ولا، احنا بننمي قطاع كبير جدا ومهضوم حقه كمدربين. ما بالك بقى انت بتقول لي اجيب حارس من بره؟ يعني معنى كده الانديه اللي عندها الامكانيه، واخد بالك، انت هتجيب معايا الحارس هيجي مع المدرب بتاعه. طب احنا بنعمل ايه؟ خليني بس افتكرت حاجه، ان الراحل العظيم كابتن محمود الجوهري اول واحد لغى الموضوع ده، اول واحد لغاه، اول واحد رفضه تماما. ويمكن اللي شاهد على الموضوع ده كابتن فكري صالح.
لانه عاصر الكابتن محمود الجوهري. بالمناسبه طبعا كابتن فكري صالح لازم طبعا نقول على حاجه مهمه جدا وهي له التحيه طبعا. طبعا كل تقدير والتحيه، ان هو طبعا دلوقتي في احد الدول العربيه دوله الامارات الشقيقه بدعوه كريمه من نادي الشرق الرياضي الكابتن حسن طبعا مقيم، اللي هو يعتبر مش عايز اقول يعتبر بقى اماراتي فقط، لا ده اماراتي مصري بدعوه كريمه من نادي الشارقه في لحضور طبعا ورشه عمل لحراسه المرمى، ودي حاجه كبيره جدا جدا، لان لقينا طبعا في الورشه قامات محترمه في الورشه اللي بتقام للمدربين، وقامات كبيره جدا اجانب موجودين مدربين يحضروا، وكانت ورشه فعلا ليها طابع الفرحه لكل المصريين فقط. كابتن فكري رافع رايه المصريين لحراسه المرمى واللي بينافس لاخر جهد في نفسه وفي عمره، ولكن للاسف الشديد بدون فائده. ليه بدون فائده؟ مش علشان اللي بيقدمه او المحتوى اللي بيقدمه وحش، لا، علشان بيقابله تجاهل. طب احنا معانا كابتن دكتور عصام درويش، طبعا خبير اللوائح والخاص بقى بترخيص الانديه والملاعب ومواضيع كبيره جدا جدا. اكيد موضوع محمد ناصر لفت انتباهك، علشان كده مداخلتك النهارده دكتور عصام مهمه جدا جدا في حته اللوائح، وكمان في الحته الانسانيه يا ريت ما تنساهاش وانت بتتكلم يا دكتور عصام، لان عارف ان حالتك كلامك قوي جدا ومهم. اتفضل يا دكتور. اهلا بك يا كابتن حاتم، واهلا بضيوفك الكرام. وطبعا بالنسبه للاعب محمد ناصر، طبعا اي لاعب بيعدي المرحله السنيه بتاع 18 سنه لازم قانونيا ان هو النادي محتاجه بيمضي معاه عقد محترف. السن القانوني كام بس يا دكتور قبل ما نروح؟ السن القانوني 18 سنه. تمام، اللي هو كام في يعني مثلا 2000 2001 2000 كده يعني؟ اللي هو بالظبط كده هيبقى 2000 و يعني 2002. تمام، كمل يا دكتور. 2002. احنا دلوقتي بتتكلم على مرحله سنيه، اللاعب عنده مواليد 99 وكان بيلعب في الاسيوطي وراح للعب ببيراميدز، فبالتالي في اوجه اختلاف هنا. اتفضل. مدى احتياج النادي للاعب، ماشي، فهو في الحاله دي لازم يمضي عقد لاعب محترف. فضل اللاعب هاوي، فمن حق اللاعب يفسخ ويعمل استبدال لاحتياجه للعدد الموجود في القائمة. مين اللي يفسخ يا دكتور؟ النادي من حقه يستبعد اللاعب. بس ان هو بيبلغه. تمام فاهم، انا فاهم. ماشي. فطبعا انت سبق وكنت متابع اللاعب سيد من نادي سيد نيمار اللي كان في الزمالك وبعد كده تايلاند. ايوه، ولما راح تايلاند وما كانش محترف ورجع الزمالك محترف، فدي هنا ما كانش محترف له الحق ان هو يلعب، ينتقل اللاعب كيفما يشاء لاي نادي لاي مرحله سنيه، بس من خلال بعد السن القانوني. يعني يا دكتور عصام، هو لو كان مشي من نفسه من شهر فات وجاله اي عرض وكان راح عمل النادي وكان اتقيد في النادي، هل نادي بيراميدز ده ما كانش قال لك لا ده هو عندنا في السيستم هنشطبه او نعمل مشكله معاه؟ مش النادي كان ممكن يعمل كده يا كابتن دكتور؟ هو ممكن النادي يعمل كده. طب ليه النادي بتدي له حق انت يا دكتور عصام؟ ليه بتدي حق النادي انه يعمل كده في اللاعب؟ وليه ما بتديش حق اللاعب؟ انا ما بديش حق النادي. اتفضل يا دكتور. انا اللاعب له جزئيه ثابته. اللاعب له جزئيه ثابته. مدى احترام المبدا التعاقدي مع اللاعب زي ما لائحه الاتحاد الدولي او لائحه شؤون اللاعبين موجوده بكده. مادة 13 من لائحة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي بتنص ان احترام النادي في المبدأ التعاقدي للاعب المحترف. فبما ان اللاعب مقيد بقائمة والقائمة واللاعب هاوي، من حق النادي ان هو يستبدله ويعوضه على الجزئية اللي هو ما بلغوش فيها او خلافه. تمام. انما معنى ان اللاعب لسه هاوي ومش محترف فده من حق النادي، ولكن من حق النادي ان يكتب مذكره ويرفع للجهه والسلطه المختصه. طيب يا دكتور عصام برضو معلش يا دكتور عصام، بس عشان الوقت بتاعنا دكتور عصام، كلمه صغيره بس عشان نقفل المكالمه معلش عشان الوقت بتاعنا بس. هل دلوقتي النادي بيراميدز له الحق ان هو يفسخ عقد الولد يوم انتهاء التعاقد او انتهاء القيد في مصر؟ القيد له موسم الانتقالات الشتويه، معروف ان في نهايه شهر يناير. ما هو خلاص يا دكتور، ما احنا على اعتابه خلاص، ما انتهى. انت فسخ العقد امبارح او نهيته امبارح، قلت له مع السلامه امبارح.
ينفع يا دكتور؟ لا لا طبعا، لا طبعا ملوش حق طالما في عقد. ما هو مش عقد يا حبيبي يا دكتور، هو يا دكتور ده مش عقد، ده هاو. لكن هو هل هي روح الانسانيه نقول ان احنا نمشي الولد قبل القيد ما يقفل في مصر بيوم واحد يروح فين؟ لا انا معاك في ديت، يعني انا معاك في دي ان هو من حقه. بشكرك شكرا جزيلا طبعا دكتور عصام، انا اسف جدا عشان وقتنا، وكان مهم جدا جدا ان انا اعرف النقطه دي. روح الانسانيه اللي للاسف الشديد ان عدمت عندنا، وهي اللي جاهز يلعب، اللي جاهز يلعب اللي هو ايه؟ مش اللي هو كفء، لا انت خلاص خلصت مهمتك، عايزين لعيب تاني جاهز وجاي منين؟ من النادي الاهلي. هو قصه في كده بقى، ان انا جالي من الاهلي جالي من الزمالك. انا اسف وقتنا خلص جدا جدا يا محمد، ولكن الموضوع بتاعك مش هيقف لغايه هنا، احنا مكملين بشكل كبير جدا جدا، واوعدك انت مكانك للاسف الشديد، للاسف الشديد بقولها لك مش في مصر. وان شاء الله باذن الله اهنيك بخروجك من مصر بشكل كبير جدا، وتكون متولي موجود في حته كويسه جدا جدا ان شاء الله يا كابتن. يرجع بعد كده الانديه بقى اهلي وزمالك زي ما بيحصل ان شاء الله. انت سابوك بالرخيص هتيجي بالغالي. في حاجه بس عايز اقولها. اتفضل. في بدايه شهر واحد طلبت الكابتن، رنيت عليه قلت له يا كابتن دلوقتي في اماكن كويسه انا هروحها، فهل انا فري؟ قال لي لا انت مش هتمشي، انا محتاجك ومش هسيبك تمشي. بعدها في نص شهر واحد طلبت برده ان انا همشي، يا كابتن طالما انت مش محتاجني او انت مش عايزني انا قدامي اماكن كويسه ممكن تسيبني. فهو الكابتن برده قال لي لا انت احنا محتاجينك في النادي ومش هتمشي. تمام. انت انا طبعا يعني مش عارف بضم صوتك والكلام بقى اللي بيقوله الاعلاميين، وصوتنا معاك وقلبنا معاك، احنا لا قلبنا معاك ولا حاجه، احنا مع الحق. انت لازم تاخد حقك، حقه فين؟ عند ربنا. سيبوكوا بقى من اللي تحت، تعبنا خلاص، احنا بنقدم حاجه للناس عشان تشوفها بشكل كبير. شكرا جزيلا كابتن تامر، شرفتنا ونورتنا النهارده. كابتن حاتم ربنا يخليك. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا يا محمد. ربنا يخليك وان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه جامده جدا جدا. خليك معايا بس طبعا، مع الله ثم معايا انا ان شاء الله باذن الله. احنا مستمرين معاكم، بشكر شكرا جزيلا الاعلاميه القديره مي البدوي على تقديمتها الجميله، وان شاء الله كل حلقه تبقي اقوى اقوى وتبقي ليكي طله كبيره جدا جدا مختلفه عن حاتم عسكر خالص. شكرا لكل فريق الاعداد، سيد انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر طبعا عم عزب اللي النهارده طبعا انا بشكره شكرا جزيلا على دعمه الكبير لينا. قناه الصحه والجمال انا بشكركم شكرا جزيلا، كل اللي عاملين فيها من اول العامل البسيط اللي موجود لغايه رئيس القناه، شكرا ليكم جميعا. استنونا حاتم عسكر ومي البدوي كل جمعه ان شاء الله الساعه 11، صائد النجوم معاكم في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.